مشاهدينا ومعنا من العاصمة العراقية بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة. دكتور أهلا بك معنا. إذا وجود داعش ينتهي في الموصل في العراق، ماذا يعني ذلك للتنظيم بشكل عام داخل العراق في غرب العراق وأيضا في بقية الدول؟ يعني مركز الخلافة المنهوبة قد انهار، وبالتالي هذا الموضوع سوف يؤثر عليه كثيرا. ليس لديهم ارض تمكين، تلك الارض التي منها دعا البغدادي نسبتهم المزعوم كثير من ادفاعهم من المغرر بهم ومن الجهلاء ان يهاجروا اليها، وبالتالي هم فقدوا بمعنى دقيق دار الخلافه ودار الهجره التي دعا لها الخليفه المزعوم. النتيجه نصر كبير اليوم تحقق للعراق، وهذا يعني ما بقي له في العراق الا سجون مبتدئه هنا وهناك، ومن لم يستطع ان يدافع عن دار الخلافه لا يستطيع ان يدافع عن بعض المزارع والقصبات التي هي في اطراف المدن العراقيه. رسميا لن يبقى لهذا التنظيم المتطرف في العراق ارض فيها معنى المدينه او فيها معنى ما تعرف بالمراكز الحضريه، بقيت هي عباره عن اراضي اشبه ما تكون في المزارع والقصرات والبوادي. هذه هجمته في هذه المناطق ليس صعبا. اليوم رايناهم كيف ينهارون وهم يندفعون الى السراديب والى اطراف النهر في الضفه الغربيه لنهر دجله، والقوات العراقيه تتقدم بشكل سريع لالتحاق اخر الامتار الاخيره لتواجد هذا التنظيم المتطرف. دكتور، الى اي حد يمكن ان تكسر هذه الهزيمه من معنويات فلول داعش المتبقيه سواء في غرب العراق سواء في المساحات المفتوحه اللي ذكرتها حضرتك او الفلول الموجوده ايضا في محافظه الرقه السوريه؟ حقيقه انا اتابع ما يحدث في الحويجه حاليا، واتابع ما يحدث في تل العفار والقائم، اخر ثلاثه محافظات تحتلها هذه الجماعه الارهابيه. هم يشعرون بخساره كبيره، وايضا يحاول الشرعيين منهم ان يقدروا من بقي من هؤلاء، وكثير منهم يحاول ان يدفع بعوائله لاتجاه مناطق دحمر والمؤتمر، خاصه في منطقه القائم. في الحويجه التقارير من الداخل بحسب الشهود وبحسب العشائر الذين يراسلوننا يخبرون ان هذا التنظيم المتطرف نشر المنفذين من اصحاب الفتلات السوداء وهم الامنيه مخافه ان يكون هناك بالضبط منهم عمل عشائري او بالضبط منهم عمليه تحرير، لانهم يعلمون ان ما بعد الفوز هي الحوشيه وتل العفار. بحسب المعلومات التي لدينا انه ما تزال هناك بعض المناطق غير محرره من فلول داعش في الموصل، هل نتوقع اي تسلل لفلول داعش المتواجدين ما يزالوا متواجدين في الموصل الى خارجها بحسب معلوماتكم دكتور هشام، ام القوات الامنيه العراقيه مطوقه جميع مناطق الموصل؟ حقيقه المناطق مطوقه والعيون شاهره، في كل يوم القوات الامنيه تقتل الكثير من هؤلاء الذين يريدون ان يعبروا النهر من الضفه اليمنى الى سويسرا. امس في قرب الجامع النبي يونس تم قتل اثنين من هؤلاء المتسللين. نعم سوف تكون هناك عمليات تسلل ومحاولات تسلل، بعضهم سينجو لكن كثير منهم سوف يلقى القبض عليه ويقتلون. بحسب تصريحات الشرطه الاتحاديه فقط اليوم قتل منهم في منطقه المكاوي في المدينه القديمه اكثر من 42 داعش، نفذ عندهم الذخيره والسلاح وايضا نفذت عندهم العزيمه والقدره على المباغته وعلى دفع القوات وعرقلتها. دكتور، بحسب متابعتكم للتسلسل الزمني لسير المعارك، هل كان كما هو متوقع أن فاق التوقعات سواء من قبل القوات الأمنية العراقية قوات التحالف وأيضا دعم العشائر العراقية المتواجدة في المعارك؟ حقيقة التسريع كان كبيرا، كنا نتوقع أن النصر يكون قاب قوسين أو أدنى في 4 تموز القادم، لكن أسبوع تتقدم المعارك وتحقق هذا النصر هذا انجاز كبير، وحتى التحالف الدولي اشاد في قوه القياده المشتركه العراقيه والقوات المشتركه العراقيه في
في محاكاة حسايب العدو وأيضا دفعه إلى الصخرة، لم يستطع أن يتمسك في شبر منذ قرابة أسبوع، هو تمر بالتراجع والقوات مستمرة بالتقدم. حدثنا أكثر عن دور العشائر دكتور في دعم هذه العمليات العسكرية وتحرير ما تبقى من فلول داعش والمناطق داعش في الموصل. حقيقة العشائر لديها أربعة أدوار مهمة، الأولى مسك الأرض المحررة، تأمين طرق الإمدادات، توفير المعلومات الاستخباراتية، أيضا إعادة الاستقرار وتسكين المواطنين المهجرين العودة. هذه المهمة جدا، وهذه بعد التحرير تعتبر هي نصف المعركة ونصف الإنجاز في أي عملية نصر. نتوقع الآن أن الأحداث ستتسارع لإنهاء تواجد داعش في غرب العراق، نحن نتحدث عن الحويجة، راوة والمناطق المجاورة لهما، الرطبة أيضا. بالتأكيد اليوم الحويجة أيضا حسب التقارير قبل قليل معظم البنايات التي عليها رايات داعش تم إنزال هذه الرايات، وهذا هي المعارك داعش حينما تنزل راياتها من الكثير من البنايات التي كانت هي تعتز في رفع هذه الرايه، رايه الخلافه المزعومه. هذا معناها انها بدات تيأس ان تكون مقاومه او تتصدى لعمليه التحرير القادمه، هذا ما يحصل الان ايضا في تل عفر. دكتور بحسب متابعتكم هل لديكم اي معلومات عن المدنيين المتواجدين هناك الان؟ حقيقة في محيط المدينة القديمة من 15,000 إلى 20,000 مدني بحسب قوات جهاز مكافحة الإرهاب، هناك لجنة مختصة لفتح الطريق أمام المدنيين للهروب، لا تزال الطرق مفخخة والكمائن كثيرة، لكن الطرق تم إخلاءها من القناصين، معظم القناصين تم القضاء عليهم من قوات النخبة العراقية. دكتور كيف سيستذكر الموصليين بالتحديد هذه التجربة السيئة والمريرة مع داعش من انتهاكات وما إلى ذلك؟ بالتأكيد نحن بحاجة إلى شمولهم برعاية حقيقة إعلامية، ثقافية، أيضا اجتماعية، نفسية. الكثير منهم لا يزال يعاني خاصة النساء والأطفال، كل لديه قصة حزينة سواء كانت في وفاة قريب أو حتى في تعذيب جسدي المباشر له. الكل يعني حقيقة بحاجة إلى هذا النوع من العناية والرعاية، المنظمات الدولية تهتم بهذا الموضوع وقد نجحت في كثير من المخيمات في معالجة كثير من الأطفال من هذه المعاناة. نعم. إذا شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة، حدثنا من بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة.